أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ولدينا أيضا مشكلة وأزمة أيضا في طيران بلقيس، مع وجود المئات من الذين حجزوا عبر هذه الشركة في مطارات القاهرة وجدة وعدن بسبب سحب ترخيص الشركة من قبل وزارة النقل. المشكلة قد تكون قديمة بين الشركة وبين الوزارة. الوزارة تبرر بأن شروط السلامة لا تتوفر، وأنها طلبت من الشركة شراء طائرة ليتم فحصها، والشركة ترد بأن المسؤول السلامة في الوزارة محمد مقبل وكيل قطاع السلامة والطيران يشغل وظيفة أخرى في شركة منافسة هي اليمنية، وبالتالي فهو غير عدل في مسألة تقييم الشركة وفي مسألة أيضا سحب الترخيص. تقول الوزارة كذلك أيضا في مذكرة أمامنا لرئيس الوزراء بأنها منحت الشركة مدة عامين من قبل العليمي وعيدولة الزبيدي، لا أدري ما علاقة عيدولة الزبيدي في الموضوع، لكن أنها منحت مهلة سنتين لإيفاء ببعض الشروط لكنها لم تفعله، بالتالي فإنها تبرر سحب الترخيص الآن. عموما هذه الصور نستعرضها الآن للعالقين من مطار القاهرة بسبب وقف ترخيص الطيران، وهي مشكلة بطبيعة الحال سواء للشركة أو لوزارة النقل أو للحكومة ككل، ويجب أيضا أن يعمل على حلها. حول الموضوع أعزائي المشاهدين ينضم إلينا أحمد العيسي وهو مالك الشركة، شركة بلقيس للطيران. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء النور. نعم، ما هي الأسباب وراء توقف رحلات الطيران أو سحب الترخيص لطيران بلقيس؟ أخي العزيز، أولا أنا أحب أوضح لك المشكلة بالضبط، وإن شاء الله تكون توا المستمعين على علم بالحقائق الصحيحة. نعم تفضل. بالمعلومات الصحيحة. الشركة أخي مش ملتزمة بكل النظم واللوائح الخاصة بالقانون الطيران وقانون هيئة الطيران وبالسلامة وبكل حاجة. المشكلة ليست عدم التزام الشركة، المشكلة أنهم يشترطوا شراء طائرة تكون ملك أو تستأجر طائرة تنتهي بالتمليك، وأنه ونحن التزمنا بهذا الموضوع وتفاوضنا على طائرة وبدأنا ندفع لها المبلغ الأساسي على أساس نبدأ نشتري، وطلبنا منهم أن يطلعوا، لأن ما تعرف عليه والنظام يقول أن ما لازم أي طائرة تشتريها شركة طيران لازم تشرف عليها الأخوة في هيئة الطيران للتفتيش وإعطاء القي على شرائها. نعم. نحن من شهرين قبل ما تنتهي الترخيص ونحن نطالبهم بمذكرة تلو المتذكرة، ورفعنا لهم أنهم يطلعوا، فتعذروا أن رئيس الوزراء ما أعطاش الموافقة نتيجة الشروط الجديدة، أنه عدم سفر الناس إلا بموافقة رئيس الوزراء العموم إلى آخر. بعد تكرم الأخ رئيس الوزراء ومنعهم بالموافقة على أعطاهم الموافقة على منح الموافقة بالشراء للسماح لا للمهندسين بالسفر، ورئيس الوزراء ما لهش علاقة بالشراء، العلاقة قرارها الجديد اللي سواه انه ما حد سافر من المسؤولين من الدولة. نعم. الا باذن. نعم. فاعطاهم الموافقة بالسفر للمهندسين من قبل شهر تقريبا او اكثر، ولكن لا فائدة، ما يردوش، سننهم رسالة ثانية والثالثة، وباخر يوم قبل 10 ايام من انتهاء الترخيص او 7 ايام يقول لك الطائرة عمرها 5 اشهر 15 سنة وثلاثة اشهر. نشتي استثناء من الرئيس، مع ان القواري الطائرات بالسنه الفتره مش بالثلاثه الاشهر، اضافه الى انه قالوا شو استثناء من الرئيس، الرئيس ما قصرت كرم اعطاهم توقيع باستثناء الفتره باعتبار ان معيار الطيران ليس باليوم ولا بالساعه ولا بالشهر، بالسنه، وهذا موضوع هو عبارة عن تعقيد لا يقدم ولا يأخر يعني، وادالهم التوقيعات ورجعوا بعد فترة رفضوا وسووا كلام ثاني، رزوا انه الشركة عليها مديونية، الشركة الطائرة لازم كتبوا كتبوش حتى كلام صحيح انه الطائرة مستأجرة، ولا اشاروا باننا نشتري طائرة.
وضحنا رئيس الوزراء والرئيس وتكرموا بإعطاء توقيعات صريحة بإلزام الشركة بإحضار بالسماح لإرسال المساحين والمفتشين للتفتيش على الطائرة وتشكيل لجنة مالية علشان دخلوا عذر كمان ثاني بعد ما شافوا انه مش معاهم حق في موضوع الطائرة، قالوا ان عندنا التزامات مالية لهم، بعدنا التزامات مالية قد دخل فيها الاخ معي بالرئيس عدل الزبيدي وقال خلاص احنا كنا نقول لهم عندكم مئات الملايين يا حكومة تدوروا لي 10,000 دولار ولا 20,000 دولار صمام من اللي عندكم. فرجع دخل رئيس عيدروس الزبيدي وقال خلاص من الآن وصعد المديونة السابقة تبقى لما تسوي تسوية الدولة بالمديونية اللي عنده، ومن الآن وصاعدا يكون يدفع كل شيء أول بأول. ومشينا لنا تقريبا سنة بالكلام ده لا نثورها من جديد. فرئيس الوزراء سوى لجنة لتشكيل المديونية، والأمر الثالث في التوقيع رئيس الوزراء حسموا عندكم أنه تسمح للطيران برحلات الطيران. نعم إذن هل وزارة النقل هي منعزلة عن رئيس الوزراء وعن الرئاسة وتعمل بشكل منفرد مثلا؟ لا أنا بديك أنا وأقول لك في الموضوع ده. فطال التوقيه فهذا التوقيه اللي عندكم بأنه تسير الرحلة، طبعا توقيه صريح من رئيس الوزراء، ولكن الأخ الوزير النقل هذا لا هو لا معترف لا برئيس جمهورية ولا معترف بدولة، هذا هو السؤال، ولا معترف برئيس وزراء ولا معترف بنظم ولوائح. من ناحية النظم واللوائح نقول له يا أخي هذا حقك اللي جبته، صاحب منطقتك قريبك صاحبك اللي من منطقتك اللي انت وياه تمثلوا عصابة في وزارة النقل، هذا ما يحق له قانونا انه يشتغل في هيئة تفتيش طيران وهو موظف كابتن إلى يومنا هذا مع شركة اليمنية شركة منافسة. هنا القانون ما دورلوش، يدور القانون ليس شركة بلقيس مشتريش طيران. هل سؤال أستاذ أحمد، هل تظن أنه تعجيز بلقيس وإخراج بلقيس من الشغل؟ طبعاً هناك شركات أخرى ستأتي مثلا، شركات مقابل شركات. الهدف الأساسي أنتم كما تعرفوا هذا المثلث هذا أصحاب المنطقة هذه، نحن دائما نترفع عن ذكر هذا الكلام وما نشتيش لأننا نمثل وطن كلنا. لكن هذا الرجال انا اصلا انا لما كنت مع عبد الرب الرئيس السابق عبد الرب منصور طردته من شركه النفط، كان فاسد ملايين الى اليوم عدا مليارات فسدداش وعدا ملفات حقه موجوده، وبعدناه وخرجناه ولا ادى كلمه. ولكن للاسف رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء مش قادرين ينفذوا عليه توقيعات صريحه، ولا يقولوا اذا هم مثلا يشوفون الشركه هي الغلطانه يوقعوا توقيعات للشركه، لكنهم يتركوا الناس المواطنين معالقين أمراض في مطارات القاهرة ومطار جدة ومطار عدن، ولا ينهكوا يحركوا ساكن علشان وزير رجع وزارة النقل عبارة عن ملكية خاصة، كل أبناء الجنوب وكل أبناء المحافظة التربية الخاصة اللي في الوزارة طردهم، ما بقى إلا أصحاب العصابة لازم يكونوا من الضالع ولا من الرتفان. حتى هذا محمد مقبل اللي جابه ما يصح، قلت لك كابتن في شركة اليمنية يروح يجيبه مسؤول بدون قرار، لا قرار رئيس الوزراء ولا قرار رئيس الجمهورية، مكلف من عنده على أساس يمثله. نعم. يعني أستاذ شيخ بالنسبة للعالقين الآن هل لديكم حلول لهم كشركة؟ نحن كشركة اتخذنا الإجراءات القانونية، سكناهم بالفنادق وبنانا، لكن الناس معهم أعمالهم معهم ارتباطات معهم كل شيء. نحن الآن كل يوم يتراكموا كل يوم رحلة، الحين اليوم قدير رحلة ثالثة وبكرة معنا رحلتين كلهم بيتراكموا. هذا كله نحن بنخضق بالقانون من هيئه الطيران، لاننا نحن نواجه هذا كله التعسف جاء من شخص غير قانوني وكابتن طيار لا يومنا هذا مع شركه اليمنيه، وهو جاء على اساس يحارب الشركه. وانا اريد اوضح لكم انه مش يحارب مش بلقيس، هم قدوم الان شغالين في تدمير اليمنيه كل يوم هي في مشكله، بس اليمنيين بيدهم بيدمروها براحتهم، لكن شركه بلقيس خاص مش قادرين. هل الهدف هناك شركات خاصه اخرى تعتقد؟ طبعا الشركات واقيه، كيف كل واحد مع الشركه يعني شركات وعنات، يعني كانوا قبل 10 سنين او 5 سنين ما كنتش حتى راتب او مصروف، الان قد معهم شركات في كل المجالات، ما نحب نذكر الاسماء إذا يعني. أنتم تظنون إن هذا الأمر هو تعسفي لإخراج الشركة من الشغل وإذا كذلك إخراج ومناطقي وعنصري وكله. نعم. ونحن فيما يتعلق بال وصمدنا وحرصنا على البلاد
وكنا في قيادة وكنا نرجع للدولة في مستويات. اليوم أنا وجهت للنيابة نفس الكلام وقلت لهم هذا عمل غلط، أنا خلوا النيابة اليوم يجوا يشتي بضوء على مدير الشركة. قلنا لهم هذه توقيعات الرئيس، يعني يابا يا قضاء رئيس الوزراء ما رضيش ينفذها الوزير، روح اقبضوا عليه والسبب ولا عاد سوى حاجه. نعم. يعني اذا هذه الفكره واضحه، لكن فيما يتعلق بالعالقين الان انتم اسكنتم الفنادق، لكن هل لديكم خطه ايضا لتصعيدهم عبر شركات اخرى ام ربما مصرين على تسيير رحلات لبلقيس؟ نحن مصرين على رحلات بلقيس ولازم رحلات بلقيس تمشي وحتمشي. انا اقول لك رغم انفه نحن مع القانون والنظام، ما هيش وزاره المملكه خاصه، حتى رئيس الهيئة مفروض هذا الخلاف ما يكونش بيننا وبين وزارة النقل. نعم. مفروض يكون بيننا وبين هيئة الطيران. الهيئة. لكن نعم. هيئة الطيران مركن، ما خلاه، ما أعطاه صلاحيات ولا خلاه يشتغل هو هذا صاحبه، واخذينها ملكية خاصة. يعني عبد السلام حميد وزير النقل ومحمد مقبل، محمد مقبل وكيل القطاع السلام والطيران. نعم. وكيل الكابتن بين قوسين كابتن الطيران اليمنية، الشركة اليمنية. نعم. لليوم شغال مش من أمس. نعم. والله بعيد شيخ احمد هذا عمرو التعسفي، وللاسف الشديد ان الاخ فهمت الاخ الرئيس ورئيس الحكومه مش عارفين يعني يتخذوا اجراءات. لليوم انا مستغرب مش عشان بلقيس، علشان الناس والمواطنين اللي نعم، ويبدو ان هناك عجزا كما ترى من قبل الرئاسه والحكومه للتعاطي ايضا مع هذه المشكله. على هذا الناس يعني امراض، ناس مصالحهم انت تعرف الواحد في اليمن يشكال لما يحصل تذكره. نعم. ويسافر بها ويجلس معلق. احنا كنا اليمن لهم يفكروا بدومات، كانت اليمنيه تحسب على الراكب $1,000 التذكره، نزلناها بالتنافس حقنا الى 500 الى 600. نعم. اذا لكن نعم اذا هو موضوع انت التفكير الضيق والتفكير. نعم. المناطقي ما يحكم ولا ينجح. نعم. اذا هو موضوع مطروح على الراي العام باعتبار انه قد وصل الى اعلى مستويات الرئاسه والحكومه وبدوا انهم عاجزين، وهو موضوع الان يطرح على الراي العام والراي العام هو الذي يحكم. نعم. نعم كلهم عارفين ومقتنعين بغلط الوزير، ولكن مش قادرين يتخذوا مع اجراء لانكم عارفين، احنا عارفين ايش السبب. نعم. شيخ احمد صالح العيسي مالك شركه بلقيس، شكرا لك على وجودك معنا عبر الهاتف. أيضا نحن نتضامن أيضا مع المواطنين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن، وعلى الحكومة أيضا أن تعمل على الأقل تذليل هذه الصعوبات أمام الرحلات القائمة، ومن ثم حل الإشكال القائم بخصوص الشركة بين الشركة وبين وزير النقل عبد السلام حميد. وبالإمكان أيضا لعبد السلام حميد أن يتصل بنا في البرنامج في حلقة أخرى وأن يوضح. الآن عرضنا وجهة نظر مالك الشركة الشيخ أحمد صالح العيسي، وبإمكان الوزير عبد السلام حميد أيضا أن يتصل بنا وأن يطرح أيضا وجهة نظره فيما يتعلق بهذه المشكلة. فاصل ونواصل.